حياكم الله مشاهدينا من جديد. الوقت مورد ثمين وفريد، إدارة الوقت هو بمثابة علم وفن يتيح للشخص تحقيق أهدافه الشخصية من خلال الاستخدام الأمثل للوقت. نعم أعزائي المشاهدين، أنا بسأل سؤال حمد قبل لا ندخل في الاستفاضة في هالموضوع. بعد متأكد أن الوقت مهم حمد ولا لا؟ طبعا، ولا ما كنا قعدنا للحين اليوم ما التزمنا، شفتوا؟ اذا احنا ما التزمنا بالوقت، ولكن كل هذا يسوى عشان فرحتكم اللي هي فرحه المنتخب او فوز المنتخب الاقطري. بس اليوم ما في مشكله، في استثناءات في الموضوع، شفتي حمد؟ والخميس واخترب خميسنا انا وحمد وخلاص، بس شو نسوي؟ لا حول ولا قوه، يعني ما نقدر نكون معاكم في المسيره، ولكن نحاول ان نطلع ونشوف اللي بيصير. زين، اذا اعزائي المشاهدين، المزيد حول كيفيه استخدام الوقت، معنا في الاستديو محمد العنزي مدرب التنمية البشرية. مرحبا ومسهلا فيك يا أبو جاسم، حياك الله في استديو ترحيب. أنا استمتع في هالفقرات الصراحة، وأنا أكثر استمتع معاكم. أهلا فيكم وبالعزاء المستمعين، وهنا حقيقة وهني أبنائنا في منتخب القطري، وهنا أيضا سمو الشيخ تميم وسمو الأمير الوالد. وطولوا، ليش ما تطولوا؟ خلوها سهرة اليوم جماعة، نخليها والله سهرة. بالعكس، هذا الوقت اللي يستاهل أنه يمضي، لأن الإنجاز نعم تعب الإنجاز يستحق، أيضا فرحة الإنجاز. وكمان أمضى وقت في الاعداد واجلوا كثير من الامور. احنا اليوم عندنا اعراس صح؟ صحيح. وعندنا اليوم افتباطات صح واجلناها. نعم. لكن يستحقون حقيقه، لانهم افنوا عيالنا وافنوا الجهاز والكادر والناس اللي صحيح. ذكرهم قبل شوي ابو تميم. نعم. الناس اللي تعبوا في اعداد هذا الفريق حقيقه يستاهلون ان نمضي لهم ايضا من اوقاتنا في فرحتنا. نعم. من مشاعرنا، من كل شيء يستاهلونه. صحيح. ابو جاسم، خلينا نبدا لقائنا باهميه الوقت. قبل شوي ترى قال لك خالد كلام حلو، قال لك هو الوقت مهم. بالفعل كلام سبحان الله، انا محضر الكلمه هذه، هو يعني توارد سؤال، ها توارد خواطر، انتوا الاثنين تدربون. انا بالفعل كملوا الحلقه وخلنا نروح البيت. لا يا حبيبي، بدونك الحلقه ما تتم والله. بالفعل صحيح كلامك، هو بالفعل يعني بعد الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. هل الوقت مهم؟ هو هذا السؤال حقيقه يبي له نضع فوقه، كما هي عاده العرب، نضع فوقه 60 خط. نعم. لان الوقت مهم عند من؟ طبعا الوقت ليس مهما عند الكثير. يعني حتى في الحديث النبوي، نعمتان وكما مروي في البخاري، نعمتان مغبون فيهما كثير من بني ادم. نعم. الصحه والفراغ. صحيح. هذا الحديث يعطيك جوامع الكلم. نعم. كما هو عادة الحديث النبوية. نعم. أن الكثير من الناس عندهم غبن، يعني عندهم خسارة في استخدام. صحيح. النعمتين، لاحظ نعمة الصحة ولاحظ نعمة الفراغ. الفراغ ما هو خطر، بعض الناس يمثل دائما الفراغ انه خطر، انه اللي يعني جعل ابنائنا يعني يتجهون لهذه. نعم. وكذا. بالاخير لا، الفراغ نعمة. نعم. مغبون فيهما، يعني كثير من الناس ما يستخدمون استخدام الصحيح. صحيح. طيب من اللي يعده مهم؟ اللي يعده مهم من هو يعد حياته أصلا مهمة. صحيح. مش أديسون يقول لك أن الوقت الإنسان هو حياته. مش أيضا البلغاء والفصحاء يتكلمون أن وقت الإنسان هو رأس ماله. نعم. إدراك أهمية هذا الشيء، حنا المفروض نتكلم عليه. ولا أهمية الوقت، كلنا حافظين القرآن، نعرف أنه والعصر الله سبحانه وتعالى أقسم بالعصر. نعم. والفجر والضحى، ليش الله سبحانه وتعالى يقسم بهذه الأمور العظيمة؟ لأنها عظيمة، لأنها مهمة. قبل ما أقول والله الوقت لازم تقسمه كذا، أنا أبيك تشعر من داخل، أنا وإياك وكل اللي شاهدنا الحين يشعر بأهمية الوقت، يشعر بأهمية الوقت اللي أحيانا الناس ما تنتبه له. شوف الحين واحد يقول لك موترك، موتري شيء ماثر قدامي أشوفه، أبنائي، أسرتي، فلوسي، اهتم. لكن الوقت حتى لو ينسرق منك ما في عليه حتى جنحة. نعم. وحتى ما عليه إحصاء. قبل شوي أخونا أبو صالح ذكر هذا المواضيع. نعم. ما عليه أي شيء، لكن هو لا بالعكس هو مهم جدا، لأن بالأخير يطلع. صحيح. في الأخير طلع، خذوا عيالنا خليجي لأنهم كانوا يمضون. صحيح. وقت طويل في التمرين في التدريب. صحيح. في تأجيل أمور كثيرة، ليش هو يعني في الإعداد. صحيح. نعم، أذكر. صحيح. على طاري هذا زين الدين زيدان اللاعب المعروف كان يقول لك أنا 4 أيام تدريبي كنت أخلي 6 أيام تدريبي، لأن أنا أحتاج، كبرت في العمر. فأمضيت وقت واستغليت هذا الوقت. نعم. لكي اخرج، ما دام احنا نتكلم عن الرياضيين. صحيح. ابو جاسم، انا ودي استفيد من حضورك في كلمه يمكن تكون مثيره لي، يعني مثيره لي نوعا ما، ان ما احب اسمعها ساعات، وهي قد تكون قليله لا تمثل الكثير، ان والله تعال نطلع مع بعض نضيع الوقت. ايه. هذه الكلمه جدا تكون مزعجه. يمكن اعتبرها انا تلوث للاذن، لان انت بتسمع اشياء غريبه. الوقت هذا مهم، لو لا قدر الله انقطع التنفس عند الطفل الجنين فهو في اعداد الاموات، فشلون انت تقعد تقول هالكلام هذا اللي تعال نضيع الوقت في شيء غير محسوب؟ فانت قد تحتاجه في يوم من الايام، تحتاج يمكن تقول تكفى يا رب العالمين انا تبت لك اليوم، تكفى انا برجع عن قراري.
فأنت شلون تضيع هالدقائق هذه اللي في حياتك؟ نعم متروك لك. هو بالفعل هو الهدر أخي خالد، هذا سؤالك طبعا نابع عن خبرة في الموضوع نفسه أنت تمتلكها، أن الهدر مثل ما الحين أقول لك والله تعال عندي فلوس خلنا نضيعها، شنو؟ والله الحين عندي طاقة أبي مو طاقة يمكن أفرغ شيء جميل، لكن نشاطة بضيعه، صحة بضيعها. نعم. كل هذا كلام مو بصحيح. صحيح. هو الهدر إيش؟ الهدر هو في الوقت في المال. وإيش؟ والجهد. نعم. فأنت لما تقول أضيع الوقت معناه أنك الوقت هذا الجميل الرائع اللي ممكن تفنيه أو تقضيه في جلسة مع الوالدة تنظر في عينيها وتنظر في عينيك، تتكلم عن بعض الأمور اللي زحمة المكان وزحمة الأعمال حاليا، وأنت يا طالب مشغول بدراستك وأنت يا موظف مشغول دراستك، هل لديك هذه الأمور الاجتماعية؟ هذا التضييع اللي راح أظن هو تضييع ونفس الوقت خسارة، لأن الخسارة راحت من شيء كنت تستحق تجني وراه ربح، بإمكانك أن تجني وراه ربح. لما سؤل أحد الناس اللي متميزين في علم الخط وكتابة الخط اللي هو محمد أسعد اليساري، كان بالخطاط البلاط التركي، قال إني كنت أمضي نص ساعة باليوم في كتابة الخطوط العربية، وأصبح بعد ذلك خطاط وهو أصلا معاق ما يتحرك، فقط نص ساعة، نص ساعة يقول في الوقت المعين. فهذه النص ساعة لو قال مثل ما قال بعض الناس اللي هم يعني يمكن ما أدركوا هذه الأهمية، قال خلني أضيع وقت، نقدر نقول خلنا نستمتع بالوقت. صحيح، لأن المتعة ترى في الوقت ترى أجر، فهو استثمار أيضا، فهو استثمار أيضا. نعم. مش الحديث لما يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى أولئك الصحابة اللي كانوا حريصين، ونهى الصحابي اللي كان يعني ما كان مهتم في هندام وكذا، فقال له أن لجسدك عليك حق. صحيح. ولأهلك عليه حق. شنو هذه المواضيع؟ هذه كلها متعة. هذه كلها نوع من الاستمتاع في الحياة. صحيح. استمتاع بلذة المباحات. نعم. اللي نمضيها، لكن نقدر نقول خلنا نستمتع في وقتنا أحلى ما نقول خلنا نضيع وقتنا. نعم. طيب بجاسم، اليوم 24 ساعة، يمكن أنا من الناس بعض الأحيان أنظر أن 24 ساعة غير كافية، أن أنا هم يقولون أكمل فيها كل شيء. 26 نتوقع نروح المريخ. أتمنى ودي معنا قناة الرياض هناك شوي يمكن يبدلون لنا في الجدول مرتاح. أتمنى. فيعني في بعض الناس تقول لك لا 24 ساعة كافية. ودنا نعرف من خبرتك شلون ممكن أن احنا نقسم هذه 24 ساعة بشكل جيد. معلومة يمكن بعضنا، أن الساعات القديمة اللي موجودة قبل أيام صدر الإسلام وقبل صدر الإسلام تشبه الساعات الحالية. نعم. ابن حجر في كتابة فتح الباري ذكر أن الساعات تشبه يعني الساعات، ذكرها أن ساعة وساعة وساعة. نعم. أربع ساعات الضحى وأربع ساعات، فالساعات لم تتغير. 24 ساعة قبل نفس 24 ساعة الآن. نعم. من ناحية شنو؟ من ناحية أن تقسيم الوقت، من ناحية أوقات الصلوات والمساحة ما بينهما الوقتية وغير ذلك. طيب أنا 24 ساعة هذه الموجودة عندي بإمكاني أخليها شهر، وإمكاني 24 ساعة هذه أخليها ما كأنها شيء، لأنها مضيتها مثلا في نوم أو بس قاعد كذا بدون أي تكفى. شلون تخليها شهر؟ إبداع. تكفى قول. شوف هو سبحان الله ترى بالأمر الأخير الأول بركة الله سبحانه وتعالى. صحيح. سبحان. إذا طرح في 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 وقتك وفي جسدك وفي نفسك البركة. نعم. تحس بزيادتها وكذا. صحيح. في فرق بين العمر الزمني وفي فرق بين العمر الإنتاجي. صحيح. بإمكاني أنا في لحظة معينة طبعا النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة يمكن مضاها من 40 إلى 63 سنة لكن أكمل رسالة الإسلام. صحيح. وحتى في الأمم الثانية. صحيح. فان كوخ الفنان المعروف هذا. نعم. مات عمره 37 سنة وعدة أحسن بيكاسو أحسن من رسامي العالم كلهم. صحيح. وخذ يعني ناس كثيرين. نعم. في علامة كان مشهور بالمخطوطات اسمه ابن عبد الهادي مات عمره 18 سنة لكن. نعم. خلف شنو؟ خلف أمور كثيرة وإرث كبير جدا. بركة الوقت هذه، بركة الوقت كيف تأتي؟ صحيح. لأن حنا أحيانا ما ندرس أهمية الوقت. نعم. ما ندرس أهمية الوقت، حتى يقولون أن الإنسان اللي جهل أهمية الوقت يدخل في إيش؟ دوامة إضاعة الوقت. كيف تبارك في ساعة في لحظة؟ صحيح. في لحظات كثيرة. نعم. شيبان الحين التقيت بذاك اليوم شيبة قلت لي بشلونك شخبارك، يحب الشيبة أحيانا أنك يتكلم لك أكثر ما. صحيح. أنت تتكلم، أنت تتكلم معه. صادق. نعم. قال يبقى أنا مستانس وفرحان. قلت ليش؟ الحمد لله. قال لي أني أنا وأنا صغير يبوك مثل عمرك يعني هالكلام القديم أنه كنت مثل أحفظ عمرك. القرآن. اي نعم مثل عمرك قبل فترة. فقال كنت مثل عمرك كنت أحفظ القرآن ما شاء الله، والآن قاعد أراجع القرآن وقاعد أراجع الوضع. نعم. لأن أصلح ما عندي أصلا وقت. فذاك هذا اللي أتكلم عنه، الساعة أو اليوم اللي راح كان في عمر إنتاجي. نعم.
نظمت انا اليوم مثلا على سبيل المثال ما دام ذكرنا قبل شوي عندي برنامج كان معين، كان عندي مثلا عرس احضر اهني صاحبي، عندي امر ثالث اللي هو مثلا والله بعض الامور الحاجات اشتريها من الجمعيه، اذا خليته كذا على البركه وهذا يسمونه الجيل الاول اللي هو الجيل فقط تطبيق رده الفعل، ان امشي انا بس شنو عندي اليوم يلا خلص خلص هذا يمضي حياته، فلا هدفا انجز ولا غايه وصل. تنظيم، اذا انا عندي عده امور في التنظيم سواء كان بين الصلوات مثل الهولنديه كانت مؤلفه في اداره الوقت تقول انا لم ارى مثل رتابه الاسلام الفطريه في تنظيم الوقت اللي هي اوقات الصلوات. صحيح. جميل. فيقول اكيد استمتع لما يصرخ هذا اللي ياذن في المآذن على اساس اني ايش ارتب الحين وقتي وهذا وقتي. نعم يا ابو جاسم، احنا نقول لك ان على طاري الوقت والوقت للاسف الوقت داهمنا، الوقت غالي مدفوع بفلوس يعني ما نقدر نقول لهم شيء. مشكله. شكرا على حضورك معنا اليوم محمد، نتمنى لك المزيد من التوفيق، واحنا يعني وصلنا معك الى رساله بسيطه للساده المشاهدين، اردت ان تنجز اي شيء عليك فقط ان تقوم باعداد الخطه والوقت اللازم لذلك. وشكرا على حضورك مره ثانيه معنا، وان شاء الله يا رب دائما نلتقي فيك لان استاس على هالفقرات. احب العلم. بيض الله وجهك ولازم تحط لي جدول. ابشر بالخير. انا بعلم مش ملحق صراحه، انا بعلم بس هالمره ببلاش. انا استمتعت معاكم ان شاء الله، الله يبارك في اوقاتنا ويبارك في حياتنا واجعلنا ان شاء الله دائما منظمين اوقاتهم ومنتجين ان شاء الله. اللهم شكرا لك. مشاهدينا على انغام موسيقى السلام الوطني والاناشيد الوطنيه احتفلت مدرسة الخوارزم الابتدائية المستقلة للبنات باليوم الوطني للبلاد من خلال مهرجان كبير احتوى على فعاليات وأنشطة متعددة قدمتها طالبات المدرسة. نعم طبعا شمل هذا الاحتفال فقرات فنية متعددة من فنون شعبية تحكي تراث قطر الوطني وأصالته أو أصالة المجتمع القطري، وأيضا رسومات تجسد الانتماء الوطني وتعزز من الهوية الوطنية. الفعاليات شملت أيضا فقرات فنية وعروض ورقصات شعبية من تلميذات المدرسة، بالإضافة للمعرض الوطني الذي ضم جميع أعمال الطالبات الإبداعية احتفاء بالمناسبة ومشاركة وطنية تعبر عن فرحة الطالبات باليوم الوطني. نعم هذا أعزائي المشاهدين، وفي شأن آخر استقبلت جامعة تكساس A&M الطلاب الراغبين في الالتحاق برنامج الدراسات العليا في الجامعة. اللقاء الذي جمع بين الطلاب الزائرين وإدارة الجامعة قدم شرح حول تلك الموضوعات، كما شمل الإجابة على كافة التساؤلات حول تلك البرنامج. نتابع في هذا التفصيل. مع إطلالة موسم دراسي جديد فتحت جامعة تكساس A&M قطر أبوابها أمام الطلاب الزائرين لتعريفهم على برامج الدراسات العليا لديها، حيث شهدت قاعة المحاضرات في مبنى الهندسة بالجامعة هذا الحدث الأكاديمي الهام. أهمية اللقاء تكمن في توفير المعلومات الأساسية لطلاب الماجستير حول البرامج الأكاديمية في الجامعة، كما توفر لقاءً مباشراً بين الطلاب والإدارة الأكاديمية للإجابة على كافة الأسئلة والاستفسارات المتعلقة ببرامج الماجستير في الجامعة، ويستمر قبول طلبات التسجيل لبرامج الجامعة للفصل الدراسي لخريف 2015 حتى الأول من مارس. برنامج الدراسات العليا بجامعة تكساس قطر يساهم بدرجة كبيرة في تطوير رأس المال البشري الذي تحتاج إليه قطر، فضلاً عن أنه يعكس دور الجامعة في توفير تعليم عالي الجودة يسهم بدرجة كبيرة في تطوير اقتصاد قائم على العلم والمعرفة من أجل دعم رؤية قطر الوطنية 2030 ومن أجل مستقبل مشرق للبلاد. اختتمت أعزائي المشاهدين مؤسسة عيد الخيرية مسابقة خطيب الأمة التي أقامها الفرع النسائي في المؤسسة بهدف تعزيز ملكة الخطابة والإلقاء لدى الطلاب. نتابع وياكم التفاصيل من خلال التقرير التالي. الحمد لله رب العالمين،
حمدا كثيرا مباركا طيبا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أحبتي الكرام، لقاؤنا في هذا اليوم سيكون عن دعوة، ولكن دعوة مختلفة هذه المرة، إنها دعوة عن خلق من أخلاق ديننا الحنيف، ذكرت كثيرا في آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنها دعوة للعفو والتسامح. خطيب الأمة، عنوان لمسابقة ثقافية نظمها الفرع النسائي في مؤسسة عيد الخيرية، تتيح الفرصة أمام الطلاب المتميزين في فن الإلقاء والخطابة لعرض إمكانياتهم في هذا المجال. مرت المسابقة في مراحل، أولها مرحلة تدريبية، خصصنا لهم مدربين متميزين خاصة في الخطابة، وفعلا كان حوالي 720 طالب استفادوا من 6 مدارس، مروا بورش ودورات اكتسبوا فيها كثير من المعلومات والقيم. بعدين مروا بمرحلة اللي هي التصفية التمهيدية، حاولنا من كل مدرسة نطلع من الثلاث نطلع خطيب واحد، واليوم عندنا المرحلة النهائية وهي التصفية النهائية، وإن شاء الله يعني أنا أعتبرهم ما شاء الله كلهم فازوا في المسابقة، لأن فعلا هم فعلا ظهرنا شيء مكنون بداخلهم، وهم قدرتهم على الوقوف أمام الجمهور والتحدث بلباقة وإبراز سبحان الله كسابهم كثير من القدرة والإمكانيات اللي تخليهم فعلا يوقفون في هاي المواقف. لجنة التحكيم اتبعت معايير محددة، فأخذت بعين الاعتبار المظهر وسلامة اللغة وجودة المضمون والقدرة على مواجهة الجمهور بلا رهبة. كما سعت اللجنة إلى توجيه الطلاب وتدريبهم ليس فقط على إعداد الخطب وانتقاء العبارات، بل وأيضاً على مواجهة المواقف الحياتية والتعبير عن أنفسهم بحنكة ولباقة. طبعاً مشاهدينا، لما نشوف عيالنا في هذا الإلقاء والخطابة الجميل، وشفنا هذا الطالب بلال عبد العزيز، صراحة يعني لفت انتباهي وأداءه بهذا العمر. صحيح، يعني جد شيء جميل إن شاء الله. بالعكس، هو هذا شيء مفرح، والله يوفقهم إن شاء الله. وإحنا نبي أيضا ننتقل وياكم إلى الصورة المباشرة اللي ننقلها لكم من أرض الحدث، الفعاليات المتواجدة الآن، المسيرة المتواجدة في الكرنيش. وننتقل من اللي معنا الحين فواز شباب. لا، إحنا بس بنعلق على على هذه الصورة. هذه الحافلة اللي تشيل أبطالنا. صحيح صحيح مشاهدينا، نشوف معاكم هذه الفعاليات الجميلة، وشلون عيالنا في هذا الباص انهم يشوفون، اعتقد انهم قراب منا جدا، الحين عند مبنى الداخلية قراب من قناة الريان في سوق واقف. نعم. نشوفهم شلون الاحتفاء بهم من الجمهور. نعم. ونشوف مشاهدينا انتم قاعدين تتابعون معانا. حمد، امانه يعني انا اسالك سؤال على الهواء الان، اوهقك شوي معي اليوم على الهواء، امانه ما ودك انه يكون الاستديو اليوم ان نكون هناك ونكون نعيش هالاجواء، على الاقل نكون موجودين معاهم في هذا الوقت. والله شوف خالد، يعني احنا دائما نتكلم عن اكيد التواجد معاهم فرحه كبيره. نعم. ولكن لا بالعكس، ولكن احنا اللي قاعدين نقدمه من خلال شاشة الريان. نعم. يعني قاعدين ننقل لمشاهدينا اللي ما قدروا يوصلون للكورنيش. نعم. هذه الأجواء، وفعلا احنا من خلال هذه الشاشة استشعرنا معاهم. نعم. بالأجواء هي سبحان الله، فرحتهم فرحة وفرحة تجمعنا كلنا، ويعني اكيد هذه الصور اليوم بتنتشر بالتويتر والانستغرام، وعلى فكرة هذه فرحة قطر، فرحة هالخليج، فرحة كل من يعيش على هذا الوطن العظيم. واحنا دائما نقول نعم احنا نقول ان قطر دولة صغيرة مساحتها، ولكن عظيمة بإنجازاتها، عظيمة باللي تقدمها لشعوب العالم ولأفعالها، والتاريخ يشهد لها. يعني الحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله نشوف فعلا هذا يعني الوطن دائما في تقدم.
تقدم، دائما في ازدهار، وهذا اللي احنا نطمح للوصول له. وكل من يشتغل من صوبه، كل من يكون من وراء الكرسي، من صغير من كبير، كلنا نأدي رساله واحده. حمد، صحيح يا خالد. وطبعا 2014 ما قصرت معانا بالانجازات الرياضيه، وعيالنا ما قصروا من منتخب الشباب لكره اليد لكره القدم، ان شاء الله يعطيهم العافيه الحين هم في فرحتهم هذه، ولكن يبدؤون يجهزون حق بطوله اسيا 9-1. طبعا الله يوفقهم ونتمنى لهم كل التوفيق. مشاهدينا انت تشوفون هذه الاجواء، الاجواء الجميله جدا. احنا كنا اليوم معاكم في هذه الحلقه المميزه من ترحيب، نقلنا معاكم الاجواء استقبال منتخبنا بكاس الخليج 22، ورحنا معاكم للاحصاء، وبعدين اختتمنا بالوقت، واخر شيء المشاهد الجميله من الكرنيش. وصلنا مشاهدينا الى ختام حلقتنا هذه المميزه. اسمحوا لنا ان احنا طولنا عليكم، ولكن نتمنى ان احنا نكون كنا خفاف، ونلتقي بكم ان شاء الله بكره في نفس هذا الوقت. الله يحفظكم، في امان الله. في امان الله.